الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. هذا اليوم يوم ذكرى ميلاد السبط الأكبر الإمام أبي محمد الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. وهناك مناسبة أخرى فاجعت فقدان ثلة كوكبة من المؤمنين الأخيار في مثل هذه الساعات. في الأسبوع الماضي من أولاد محمد وعلي من أولاد أمير المؤمنين صلوات الله عليه، لذا في نفس الوقت الذي هو يوم فرح وسرور هو يوم حزن وأسى. حزن آل محمد صلى الله عليه وآله، هذا الحزن بسبب أن دينه صلى الله عليه وآله وشريعته تعرضت لاعتداء، فحديثه يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، بالرغم من أنه هناك فرح بذكرى ميلاد السبط الأكبر، لا شك أن حزنهم أيضا في هذا اليوم وهذه الأيام. أولادهم الذين سقطوا شهداء في مثل هذا اليوم، أولادهم هذا حزنهم. هذه الأيام باستشهاد هذه الكوكبة في مسجد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه،
حقيقة مصيبة الكل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الشهداء الأبرار، يحشر أرواحهم الطيبة المقدسة مع روح أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذا الشهر الفضيل. واسوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام نعم المواساة في المحراب في مسجد الله تبارك وتعالى في هذه الأيام الفضيلة لشهر رمضان، أن يتغمد الشهداء الأبرار مع محمد وآله الطاهرين ويمن على المرضى والجرحى بالشفاء العاجل الكامل، وعلى ذويهم بالصبر والسلوان. أعزي كافة المؤمنين بهذه المصيبة الجليلة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل رعاية سيدنا ومولانا بقية الله الأعظم صلوات الله وسلامه عليه على المؤمنين الرعاية الموعودة. هو الذي وعد بهذه الرعاية أن يجعلها رعاية تامة يحفظ المؤمنين في كل مكان من كيد الأعداء ويرد كيدهم في نحورهم. كلمة مختصرة وجيزة في هذه المناسبة، إذا واحد يلاحظ الآيات الكريمات والروايات المباركات يجد أن أصعب موقف بالنسبة إلى الإنسان في الدنيا والآخرة هو موقف الوفادة على الله تبارك وتعالى. آيات عديدات تصرح أن الوفادة على الله تبارك وتعالى لا تكون إلا حتى بالنسبة إلى النفس المطمئنة المؤمنين، حتى هذا موقف صعب أن الإنسان كيف يرد على الله تبارك وتعالى، هذا بحالة عصبية أعصاب، يعني توتر عصبي يسموه عصاب. عصاب التوتر العصبي الشديد الذي يتحول شيئا فشيئا إلى مرض، هذا يسموه عصاب، يعني أعصاب، مرض أعصاب. أكو كلمة أخرى تعبر عنها الرهاب، يعني الخوف الشديد البالغ. الله تبارك وتعالى يصف الرفيعين من المؤمنين وبشر المخبتين الذين، هذا الوصف القرآني، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الوجل غير الخوف، لاحظوا راجعوا، أكو عندنا خوف، عندنا قلق، عندنا اضطراب. الوجل هذه المفاهيم بقيد الشدة، يعني الخوف الشديد. إذا استولى هذا الخوف حالة استيلاء، إذا ذكر الله، الإنسان باليوم كم مرة يسمع ذكر الله؟ كم مرة يذكر الله عنده؟ عشرات المرات أقلا يذكر الله عنده. إذا في كل مرة تصيبه حالة شديدة من القلق والاضطراب والخوف، هذا شيئا فشيئا يصير مريض، فيتحول إلى حالة، تتحول حالته إلى حالة عصاب. معناه هذا هناك أكو قلق بالنسبة إلى المؤمن،
وفي القرآن الكريم يعبر آيات عديدة إلى ربك يومئذ المساق. مساق يعني شنو؟ يعني السوق. السوق يعني شنو؟ يعني واحد من وراء يدفعوه، هذا السوق. ساقه يعني الشخص اللي ما يريد يدخل في شيء على أمر لا يريد أن يدخل، وبالقوة والقهر بالدفع يدخل، هذا معناته ساقه. السوق معناته هذا، القيادة. يتقدم الإنسان وفي السوق يتأخر السائق. إلى ربك يومئذ المساق. وفي آيات أخرى، آيات متعددة، هذه من سورة القيامة، إلى ربك. في سورة قاف، شنو سورة قاف؟ السوق، آية ثانية: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. كل نفس. ليش سائق؟ مو الفرد يريد يدلي يعني الملائكة السائقة التي تسوق الإنسان، لا تريد أن تدليه الطريق، لا، تريد بقوة تدفعه للورود على الله تبارك وتعالى. وجاءت كل نفس، يعني حتى المؤمنين الأطياب، كل نفس معها سائق مقائد وشهيد. أكو واحد هم يشهد عليها. روايات متواترة أن أصعب موقف في الآخرة حتى بالنسبة إلى أصحاب العياذ بالله جهنم، أصعب من جهنم، هو الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. هذه اللي القرآن الكريم يأكد أنه في كل مرة يذكر الله تبارك وتعالى يحصل للمؤمنين الأخيار حالة شنو؟ حالة اضطراب. مو اضطراب، سلطة اضطراب. هذه الحالة في مورد واحد القرآن الكريم يتحدث عن موضوع السحرة، حيث آمنوا بالله تبارك وتعالى، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال يعني فرعون، فرعون انصدم. لاحظوا، فرعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه كبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. شنو كان جوابهم؟ قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. لا ضير يعني ماكو أي هم وغم، مو مشكلة. ضير يعني ضرر، يعني أذية. لا نفي الجنس، يعني أي ذرة من الضرر والأذية ما في. إنا هذا إلى ربنا منقلبون. فرعون وطريقة فرعون شنو تسوي؟ حقيقة تلغي عن الإنسان هذا العصاب وهذا الرهاب، تلغي فجأة الإنسان من دون أي قلق لا ضير، يلقوا بالإنسان بعد أن قطعت أيديهم وأرجلهم، يلقوهم في حضن الله. هذا التعبير يكفي، يكفون الإنسان مؤونة أقلق شيء في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهو مسألة الوفادة على الله تبارك وتعالى. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. الرجوع صعب، إنسان كيف يرجع؟
كيف يفدوا على الله تبارك وتعالى؟ هذه عملية صعبة، حقيقة صعبة. هؤلاء الملاعين يكفون الإنسان أهم قضية في حياة الدنيا والآخرة، يلغون هذه المرحلة. فجأة الإنسان يفتح يشوف على الله وهو في نعمة الله تبارك وتعالى. لا ضير حقيقة، هذا النوع من الانتقال من الحياة الدنيا حقيقة هذا توفيق رهيب. والله لازم نتمنى يصيبنا يحوشنا هذا التوفيق. مو مسألة فقط توفيق مقام الشهادة، هذاك مسلم كل يعرفه. لا، أكو مشكلة في الإنسان لما ينتقل إلى الآخرة يقعد يحسب ساعات ثواني دقائق، شلون بياوجه أروح أفد على الله تبارك وتعالى حتى لو كان مؤمن. شيخ عبد الزهراء الكعبي رضوان الله عليه، تعرفوه، هذا ناعي الحسين صلوات الله عليه، صاحب الصوت الخالد، بالتواتر ينقل عنه أنه في ليلة رأى، هو اسمه عبد الزهراء، عجيب، ولد في مولد الزهراء صلوات الله عليها وقتل في يوم استشهادها صلوات الله عليها، هو اسمه عبد الزهراء. يقول ينقل عنه، يقول شفت في المنام الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. قالت لي روح قل للفلان مرجع، مرجع كبير، مرجع الطائفة، رجل ينقل عنه أنه لم يشهد منه حتى مكروه واحد. كان العلماء يبحثون في عصمته مو في عدالته، رجل عالم كبير جدا. ينقل عن بعض مراجع العصر أنه كان يقول نحن نبحث عن عصمته لا نبحث عن عدالته، مرجع تقليد كبير. قالت صلوات الله عليها أبلغه، روح قل له أنت بعد 3 أيام تفد على الله تبارك وتعالى، تموت، حساباتك أمورك رتبها. فيقول إجيت قلت له هذا الأمر، فعندما سمع تغير لونه فصار يقلب كفه، يشوف بكفه، ينظر بعينه، يركز على كفه ويقلب كفيه، يقلبها ظهرا وبطنا، ينظر إلى بطن الكف ويقلب ويردد ويا نفسه، يعني انفصل عن حالة الاستماع، صار يحدث نفسه. شوف هاي حالة الأعصاب، هذا حالة أعصاب الإنسان اللي يتحدث في نفسه، فجأة ينسى من أمامه، هاي حالة أعصاب. فيقول استمعت له كان يحدث نفسه، يقول شو أسوي، إيدي فاضية ووجهي أسود، إنسان يروح يا الله شو يقول، حقيقة وجهه أسود وإيد فاضية، شو مسوين إحنا؟ هذا قلق، هذا قلق. يمكن في هذه الدنيا العقول مو كاملة، أما الإنسان لما ينتقل إلى تلك الدار فيبقى فترة لازم يودوه يم الله، صحيح، يعرض على الله تبارك وتعالى، وعلى في تلك المواقف يحاسب. هذه قلق حقيقة، قلق، هذا القلق اللي ليس فوقه قلق. في الروايات أكو عندما يحاسب المؤمن فتصيبه على كل حال شيء من كذا، روايات متعددة، يتوسل المؤمن بالملائكة أنه خذوني إلى جهنم ولا تخلوني في هذا الموقف بين يدي الله. الإنسان يكتفى، يفتك، حقيقة يفتك. هسه شنو لو واحد عاش فد 100 سنة بعد، شنو فايد؟ هذا إحراز هذا التوفيق شيء جميل حقيقة، إنسان يحرز هذا الشرف
أنه أصعب موقف في الآخرة شنو؟ يتفاداه، يفتك منه، يرد فجأة لا ضيرة، ما مشكلة. إنا شوفوا العبارة، إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. إحنا عندنا طمع، الإنسان بلا سبب ما يقدر يطمع، هذا الطمع والله شيء شريف حقيقة، توفيق. والعمر شنو فائدته لو الإنسان فد 20 سنة 50 سنة بعد عمر، شنو من نتيجة؟ شنو فكم مجبوس أكثر أكل؟ والله العظيم إحنا عمرنا شنو، والعمر شي فائدته؟ إذا هذا التوفيق نال الإنسان حقيقة، هذا شرف، هذا شرف رهيب، أن الإنسان يعتدى عليه مو من أجل قضية دنيوية، من أجل شنو؟ مولاه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. شنو هذا الشرف؟ أن يعتدى عليه لسبب إيمانه بالله تبارك وتعالى وأهل البيت. شنو هذا التوفيق حقيقة؟ حقيقة لازم نتمناه واقعا، هذا توفيق رهيب، أن الإنسان لا يصاب بمرض عصاب يوم القيامة، ماكو رأسا من الدنيا، يفتح خلال ثانية يفتح وهو وفد على الله تبارك وتعالى والله يكرمه. هذا توفيق حقيقة عظيم. واقعا نتمنى أن نكون خروجنا من هذه الدنيا هو قتلا في سبيل الله تبارك وتعالى، خاصة إذا توفرت عوامل المسجد، المكان والزمان، الشهر الفضيل، يوم الجمعة، في حالة العبادة، في حالة السجود اللي هي أشرف حالة في الحديث، أكو أشرف حالة للإنسان عندما يكون في حالة السجود. هنيئا لهم، هنيئا لهم، واقعا هنيئا لهم. الله إن شاء الله يرحم الشهداء الأبرار ويخلف على ذويهم إن شاء الله بركاته ورحمته الواسعة، ويأجر يعوض هذه الخسارة، يجبر هذه الخسارة على كل المؤمنين والمؤمنات في بقاع الأرض، يجبرها جبران رباني برعاية سيدنا ومولانا ولي الله الأعظم الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. وعجل الله تعالى فرجه الشريف، إن شاء الله الرعاية تامة والأمل به كبير، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أمير